السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتورة خلود يوسف. هنبدأ مع بعض شرح مادة الأناتومي. هنبدأ بشابتر 1 واللي هنعرف فيه الانترودكشن، وبعد كده الديفينيشن، وبعد كده الاناتوميكال فيلدز. أول حاجة الانترودكشن. You are a small world. جسم الإنسان أو الكائن الحي عموما هو عالم صغير، وأنا في المادة دي هنتعرف فيها على العالم ده والجسم اللي بيقويك. Every movement you make and every day that you live in this life is the result of a collection of systems working together to function. يعني كل حركة الجسم بيأديها وكل يوم جديد بنبدأه في الحياة ده نتيجة عمل مجموعة من الأجهزة مع بعضها البعض لأداء تلك الوظائف. يعني من أول الهضم لحد التفكير بيحتاج لمجموعة من العمليات يقوم بها جسم الإنسان عشان تتم تلك الوظائف. طيب تعالوا مع بعض نتعرف على الأناتوميكال هيستوري، تاريخ التشريح. يعني إيه التاريخ التشريحي؟ يعني إن تشريح الجثث البشرية كان محظور في العديد من المجتمعات ولعدة قرون، إلى أن سمح لبعض العلماء باستخدام الترخيص بتشريح الجثث البشرية وبإجراء العمليات التشريحية، وده كان في القرنين 17 و18، إلى أن أقرت بريطانيا قانون التشريح عام 1832. ومن اليوم ده إلى يومنا هذا طلاب علم التشريح بيستخدموا الجثث للتعلم. طيب في سؤال مهم جدا دايما بيجي على أذهاننا، يا ترى الجثث اللي بنتدرب عليها دي واللي بنستخدمها في التشريح بتيجي منين؟ الجثث دي بتعود لمتطوعين أو متبرعين بيقوموا بالتبرع بجثثهم بعد مماتهم لخدمة البشرية ولإجراء العمليات التشريحية عليه. طيب من دراسة مادة التشريح ومن دراسة الجثث البشرية، آلاف وآلاف الجثث البشرية، أعطتنا أفكار مهمة. من أهم الأفكار دي أو من أهم المعتقدات هي function follows form. يعني إيه function follows form؟ يعني الوظيفة أو العملية التي يقوم بها العضو أو الكائن الحي تعكس شكل تكوينه. يعني ايه؟ يعني تركيب العضو او تركيب الكائن الحي ده اللي بيأدي، اللي بيخليه يأدي الوظيفة المعينة دي. وطلعنا فكرة تانية اسمها complementarity of structure and function، التكامل البيني والوظيفي. يعني ايه التكامل البيني والوظيفي؟ هديكوا أمثلة عشان نفهم أهم المقاطع أو أهم الأفكار اللي طلعنا بيها من علم التشريح. يعني الهارت القلب، الدم بيسري أو بيتدفق في اتجاه واحد. ليه؟ لوجود جزء معين أو استراكشر اسمه فالفز، الصمامات. الصمامات هي اللي بتمنع رجوع الدم في عكس الاتجاه. طيب البونز، السكيلتون، الهيكل العظمي، ليه بلاقيه هارت، بلاقيه صلب وبلاقيه قوي؟ ليه؟ لحماية الانترنال اورجانز. بلاقي الانترنال اورجانز ضعيفة وطرية، كان لازم ليها سبورتينج وبروتكشن، حماية قوية من بره، اللي هو السكيلتون، الهيكل العظمي بتاعي. طيب بعد كده هنشوف الديفينيشن، تعريف علم الاناتومي. يعني ايه علم التشريح؟ ده سؤال مهم ممكن يجي في الامتحان. الايدنتيفيكيشن بتاع الاناتومي بمنتهى البساطة بين قوسين هنكتب study human body، دراسة جسم الانسان. هو علم بيهتم بدراسة جسم الانسان. وهنكتب بعد كده the study of structure of an organism and the relationship between body parts، دراسة أجزاء الجسم أو أجزاء الكائن الحي ودراسة العلاقات والوظائف التي تؤديها تلك الأجزاء.
بعد كده هنشوف الاناتومي. كلمة اناتومي هي مش كلمة انجليزية، هو مقطع لاتيني بيتكون حقيقة من مقطعين، المقطع الاول اسمه الانا والموقع التاني اسمه تومي. انا لما شفناه في القاموس بتاع الانجليش لقيناه معناها اب او ثرو او بتوين. يعني ايه اب؟ الاعلى، ثرو خلال، بتوين بين. تومي معناها كاتينج او كات، القطع او التقطيع. لما هنيجي نحط المقطع جنب بعضه معناه كاتينج اب او كاتينج ثرو، يعني التقطيع الاعلى او التقطيع خلال او التقطيع بين. يعني خلاصة لقينا ان هو هيدي كلمة التشريح او التقطيع. بعد كده هنشوف الاناتوم كالفيلدس. ايه هي الاناتوم كالفيلدس؟ مجالات علم التشريح لما جينا نشوفها لقينا ان هو subdivided into two branches، بتنقسم لقسمين مهمين جدا، حاجة اسمها gross او macroscopic anatomy والتاني اسمه microscopic anatomy. الميكروسكوبيك اناتومي هو التشريح اللي بنستخدم فيه الميكروسكوب، الميكروسكوب بكل انواعه بقى، اللي هو العادي او الالكتروني او الانواع الكتير اللي بنستخدمها. ده هنلاقيه شوية بيتطرق ان احنا بناخد انسجة وبندرس الستراكشورز تحت المجهر، فبنشوفه في علمين، حاجة اسمها الهيستولوجي وحاجة اسمها السيتولوجي، علم الانسجة وعلم الخلية. لو بنشوف أنسجة وتفاصيل النسيج وبندرس الأنسجة وأنواعها والكيميكالز اللي موجودة فيها، فده علم الهيستولوجي، علم الأنسجة. لو بنشوف الخلية وتركبها فده علم السيتولوجي. تعالوا بقى نرجع للماكروسكوبيك أناتومي، التشريح باستخدام العين المجردة، إن أنا بشوف الجسم عندي وبشوف التفاصيل باستخدام العين. ده التشريح بتاعي، ده اللي بستخدمه في كلية الطب. طيب لقيت تحتيه حاجة اسمها regional anatomy وsystemic anatomy. ممكن يجي في الامتحان يقول لي اعمل لي comparing ما بينهم، بين regional anatomy تشريح المناطق وsystemic anatomy تشريح الأجهزة. في فرق كبير ما بينهم. لما اجي اشوف الريجنال اناتومي، ريجنال اناتومي معناه ان انا باخد منطقه معينه وابدا اشرحها وابدا اعرف تفاصيلها. زي ايه؟ لما اجي اخد مثلا في الابر لم، الاجزاء العلويه، الاجزاء الطرفيه العلويه، اجي اخد مثلا هنا الجزء العلوي من الذراع اسمه الارم، الجزء العلوي من الذراع اسمه الارم، لحد لما اوصل للقلبو الكوع، ده كله اسمه ارم بشرحه. بعد كده بوصل للفور ارم، الفور ارم اللي هو الجزء ده في عظمتين بعرف اسميهم، لحد ما بوصل للبالمس اللي هو البالمس او الهاند، كف الايد بتاعي ده البالمس، ده كف الايد، ودي كلها على بعضها اسمها الهاند، بعرف التفاصيل اللي فيها واسماء الاستراكشرز والديتيلز اللي موجودة فيها، يبقى ده اسمه original anatomy. ممكن اشوف ده زي ما انا قلت الابر ليمب، ممكن اشرح اللور ليمب الاجزاء الطرفيه السفليه، ممكن اشرح الهيد الراس، ممكن اشرح النك الرقبه، ممكن اشرح الابدومين المنطقه البطنيه، ممكن اشرح الثوركس المنطقه الصدريه وهكذا. طيب نشوف السيستميك اناتومي، هو التشريح تشريح الأجهزة. سيستميك أناتومي لما أمسك ريسبيراتوري سيستم الجهاز التنفسي، النيرفوس سيستم الجهاز العصبي، السيركولاتوري سيستم الجهاز الدوري، وأبدأ أشرحهم وأعرف الستراكشرز والأورجنز اللي موجودة فيهم. يعني ريسبيراتوري سيستم هلاقي فيه النوز، هلاقي فيه لانجز، هلاقي فيه التراكية، هلاقي أجزاء وتفاصيل كتير. ده اللي أنا هدرسه في السيستميك أناتومي. طيب تعالوا نشوف مع بعض في مجالات اخرى لعلم التشريح. طبعا التكنولوجيا كل ما بتتطور كل ما بتديني تفاصيل اكتر، فبالتالي العلم لازم يواكبها ويتطور من نفسه. علم التشريح اتطور لحد ما وصل ان هو يبقى applied clinical anatomy، علم التشريح التطبيقي او الاكلينيكي. الاكلينيكي هو التشريح العادي،
بس بوضح السبب التطبيقي او السبب الاكلينيكي. هديكم مثال نفهم بيه الكلام ده. الفيس، الوجه، الوجه لما جيت شلت الجلد وبدأت اشرح في الوجه، لقيت الارترز مش مفرودة، لا لقيتها متعرجة، يعني ويفي ارترز. طب هي ليه الاستراكشرز بتاعها كده؟ ليه الشكل بتاعها كده؟ ليه؟ لان انا عندي دلوقتي الشرايين المتعرجة دي بتديني فليكسبل الاكسبريشنز، سهولة وسلاسة في التعابير. انا طول الوقت الوجه بيعمل تعابير معينة، بيضحك، يبتسم، زعلان، فرحان، كل دي اكسبريشنز بتظهر على الوجه. بتحتاج ان الشرايين بتاعتي تكون متعرجة عشان تديني مساحة اكبر. لو انا جيت دلوقتي بضحك، ممكن لو الشريان قصير يتقطع، برفع حاجبي، ممكن لو الشريان قصير ينقطع، وهكذا. فالشرايين متعرجة عشان تديني فليكسبل. برضو الفاشية، فاكرين الفاشية اللي كانت لفافات؟ اللفافات انا عندي نوع دي فاشية مش موجود في الوجه خالص، لان الفاشية وظيفتها ان هي تربط العضلة وتخليها متماسكة، وتربط الاوتار والليجامنس والجوينتس وتخليها مترابطة ومحكمة. لكن الوجه برضو عشان الاكسبريشنز، عشان التعبير، الفاشية دي فاشية مش موجودة فيه. لو موجودة مفيش اي تعبير من اللي انا بعمله هيظهر. طيب بعد كده هنشوف السيرجيكال اناتومي، التشريح من وجهة نظر الجراحة او بالنسبة للجراحة. لما اجي ادرس التشريح لازم ادخله في العمليات الجراحية. انا مكنتش هقدر اعمل اي عملية من غير ما ادرس علم التشريح. انا دلوقتي رايحة عشان انا بلعت حاجة او بلعت جسم غريب، تمام؟ لو انا مش دارسه، انا لو الدكتور ده مش دارس اناتومي، مش دارس تشريح، مش هيبقى عنده اكسبكتيشن، توقع الجزء ده وصل فين، تمام؟ مش هيعرف هيفتح في اهني منطقه ويبدا يتعامل. برضو بنفس التفكير، لو انا عندي لو هو مش دارس اناتومي، مش هيعرف مكان الشرايين، ممكن يفتح فتحة غلط، شريان من اللي بيوصل الدم، يعمل بليدنج، يعمل نزيف، بالتالي المريض يموت. فلازم يبقى دارس اناتومي وعارف مكان الشرايين وعارف تركيب الاجهزة الدقيقة. بعد كده بنشوف حاجة اسمها سيرفيس اناتومي. يعني ايه التشريح السطحي؟ يعني ان انا برسم العضو على السطح على جسم الانسان اكني شايفاه. انا ببقى عارفة ودرسة في الاناتومي في علم التشريح شكل العضو وحجمه عامل ازاي. لما باجي احس عضو ولاقيه متضخم، انا بعرف هو متضخم قد ايه والحالة عاملة ازاي، لان انا بقدر احسه، انا عارفة شكل العضو الاصلي عامل ازاي. طيب بعد كده بشوف الراديولوجيكال اناتومي، التشريح من صور الاشعة. زي ايه؟ لما يبقى فيه كسر، دكتور العظام شك ان في كسر او في شرخ. لو هو مش دارس اناتومي يبقى مش هيبقى عارف شكل البونز عاملة ازاي وشكل الارتكيوليشن بتاعه عامل ازاي. فبالتالي لما تطلع صورة الاشعة مش هيعرف يفرق بين الشكل الاصلي والشكل اللي حصل فيه ديفكت. طيب فهو في الاشعة بيقارن العضو اللي ظاهر قدامه بين العضو وشكله الاصلي والاساسي اللي هو درسه في علم التشريح. لو مش دارس تشريح مش هيعرف في تضخم في الغده دي ولا لا، مش هيعرف الشريان ده مسدود ببلاك، يعني جلطه دمويه، في جلطه دمويه موجوده ولا لا، لان هو عارف شكل الدوره الدمويه دي عامله ازاي من دراسته الاناتومي، وعارف شكل الارترز من جوه وتركيبه عامل ازاي. طيب بعد كده هنشوف اخر نوع من انواع الاناتومي، هو الديفلوبمنت اناتومي. يعني ايه ديفلوبمنت اناتومي؟ هو التشريح التطوري، وده بنشوفه في علم الامبريولوجي، علم الاجنه، اكتر الوقت بنشوفه في علم الاجنه. ازاي؟ التشريح الجنيني هو او التشريح التطوري هو اللي بيبين لي التفاصيل اليوميه او الاسبوعيه او الشهريه للجنين.
شكل العضو في الأسبوع 17 هيبقى كده، شكل العضو في الأسبوع كذا هيبقى التطور بتاعه هيوصل للمرحلة الفلانية. يبقى هو اللي بيشوف الفيتس in the uterus في كل المراحل بتاعته، بيشوف الجنين في الرحم في كل المراحل بتاعته. بعد يوم الكلية هيبقى شكلها عامل ازاي، طب الهارت بعد شهر هيبقى عامل ازاي، فبيشوف التطور الجنيني في الرحم. بكده اكون انتهيت من الشابتر 1، اتمنى تكونوا فهمتوا، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.